السلام عليكم بنات، صباح الخير عليكم. كيف نتمنى منكم تكونوا بخير البنات. المهم كما كتشوفوا انا اليوم ما شاء الله غنسافر للمغرب ونشارك معكم جميع التفاصيل ديال السفر ديالي، وحتى المهم جميع المعلومات. وكذلك بالنسبه للسفر انا عندي الرحله مع رايان اير. ثم كتعرفوا بان هاد الايام ضجه عاملين، يعني كلشي كيهضر على رايان اير بان غتعمل اضرابات، وكاينين بعض الاخوات في يوتيوبرز يعني كيعطيو الاخبار بان حتى 16 فيها زعما الاضراب. ولكن المهم انتم كلشي غنكتشفوه معايا، واكيد غادي نشارك معكم جميع المعلومات. البنات يلا خليكم معايا ما تمشيش بعيد. احنا وصلنا البنات للمطار ديال فانيسيا. البنات مهم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم جميع التفاصيل وجميع المعلومات بالنسبه للتلقيح، وكذلك بالنسبه حتى ديال التحليل ديال البي سي ار. غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله، وداك الشيء اللي طلبوا مني. ومهم اي حاجه اكيد في هذا ايمان غنشارك معكم في هذا الفيديو. مهم دخلنا دابا غادي نمشي نيشان، يعني مستراذور في كاينه رايان اير اللي غادي تكون الرحله ديال طنجه ان شاء الله باذن الله. فكنشوف عادي زعما الامور مزيانه، فصافي هذا ديالي باكاج ديالي هو هذا. عندي هنا ثلاثه دموارات يعني انا وجوج ولادي. ما خصكمش تفوتوا البنات هذا ديالكم، دائما شوفوا على حسب. انا عندي في ميزان في هذا في المهم صافي كوزت كلشي هو هذاك. انا قلت لكم غادي نقول لكم كلشي وجميع المعلومات البنات. بالنسبه للميزان البنات دائما وزنوا في الدار. وراين اير انتما كتعرفوا الا طحتوا مع شي واحد مع انت راه كيلو غيقول لكم خلصوا عليها مع تقريبا 70 الاورو ولا 50 الاورو. فدائما عبروا نتوما شريوا اي ميزان عادي اللي كيتباع في الليدل ولا غان تشينوس عاديا. ودائما ما توزنوش يكون 20، دائما خليو ديك 18 19، من الاحسن تنقصوا واحد جوج كيلو من عندكم، لان ميزان هذاك ماشي هو ميزان هذا ديالهم. انا سبحان الله وزنتهم تما 19 كاين اللي 18 ونص، ومي جبتهم جبرتهم هايدك باش تعرف ان الميزان مزيان هايدك، يعني ما وصلنيش 20. حقاش انا ما عندي البنات، اكره حاجه هي تجيني شي حاجه زايده وعاد نبقى نفتح ماليطه وشوها ونفتح ومغدا ننقص. عرفتوا الجين ديالي تبعين الارض ولا نطيح بديك الموقف هذاك. فمن الاحسن اللهم نخلي واحد جوج كيلو ناقصه احسن باش نبقى هاني مع راسي. ماشي بحال العربيه واخا تكون جوج كيلو ثلاثه كيلو ما كيقول لك حتى شي حاجه، ولكن راين اير بسله بزاف في السفر ديالها. فانتوما دائما وزنوا، يعني الا كانت 20 كيلو ما خصهاش تفوت ولو 20 كيلو. ولا نقولوا مثلا انا قلت لكم دائما عملوا ديك 18 19 من الاحسن، اللهم يبقى ناقص ولا يبقى زيد تنوض تفتحوا اولا تخلصوا ولا تنقصوا داكشي. فالمهم حنا دخلنا من هنايا كوزنا كلشي، يعني كلشي هو هذاك الحمد لله كلشي مزيان. ففقط كنستناو دابا باش نهاودو تحت من الطياره، لان دابا الطياره يلا عاد راه اخرى كما كتشوفوا. كنصور لكم الطياره، هي الطياره ديال رايان اير اخرى يعني اليوم خدامين. وعاد انا البارح واحد تخلعت واحد الخلعه. المهم عاد نعاود لكم كل شيء ان شاء الله. هاد السفريه في شي شكل كانت سبحان الله.
البنات ندخل خصك تكمل الماسكارية، ضروري ماسكارية كتعملو غير من الناس كبار، ما صافي ليا صغارين لا. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. صافي البنات، مهم انتما كتشوفوا مسكرية ضرورية فندخل في الطيارة. بالنسبة للمطار داكشي إلا حتى كتدخل الطيارة عاد كتلقى ضروري خصك تعمل مسكرية في الباب من تكون داخلة. المهم الحمد لله البنات كلشي كازوا هذاك. بالنسبه للبنات الخلع اللي قلت لكم تخلعت البارح، يعني كنت عاديه فتحت هذا اليوتيوب كنشوف واحد كاتب تما بلي واحد يعني كينزل داكشي ديال، المهم هو عنده قناه بلي 16 ما كايناش الطياره، ولات تخلعت بقيت مخلوعه. دخلت الموقع ديالها لقيت بان ما جاتني حتى شي حاجه، ما جاتني حتى شي الغاء ولا شي حاجه. فالبنات عمركم ما تثقوا بالهضره يعني اللي كينزلوها، دائما تاكدوا بيدكم، مشيو بيدكم ولا اتصلوا بيدكم وعملوا كل شيء بيدكم، لان هو حقا كاينه كيقولوا الخبر بان كاين اضراب، ولكن ضروري خصكم تمشيو بيدكم تاكدوا بيدكم، ماشي زعما تسمعوا هذاك الشيء هذاك صافي تقولوا ما مشيوش، لا ما يمكنش. وحتى هادو اللي كيجيبوا هاد الاخبار يعني الله يهديكم، الله يهديكم على الناس، راه كاين الناس مساكين ما كيتفهمش وما تضر ديال الطياره فسهول، لان كاين الناس عندهم مثلا المطار يكون بعيد ما يقدروش انه يمشي وصافي يشوفوا الاخبار، يعني راه كل واحد العقليه ديالو، يعني الله يجزيكم بخير قبل ما تنزلوا واحد الخبر حتى تتاكدوا. دابا انا هاد السيد هذا اللي عنده قناه ما نقدرش نذكر اسمه لانه ماشي من حقي نذكر اسمه، ولكن قناته معروفه ومشهوره ويعني كيجيب دائما الاخبار، ولكن يقول هذا الخبر هذا الفادح راه ها زعما مصيبه، وكيقولها وكياكد لي قطع 16 صافي هالزلمه. واش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، وصافي والله العظيم. واي والرسالة اي وحده عندها الطياره ديالها تهز راسها وتمشي، مادام ما صيفطوا لك حتى شي حاجه الايميل ديال شبر ومشي المطار باش تاكد بدك، ما تسمع حتى شي واحد، واخا يكون الاخبار، واخا يكون الاخبار في التلفازه ما تسمع حتى شي واحد، مشي انت تما، الا كانت شي حاجه راه غيقولوا لك تما وغادي يشوفوا معاك الحال تما اكيد، لان المشكل من عندهم ماشي من عندك. ايوا الحمد لله على سلامتنا، على سلامتنا في بلادنا، وصلت لطنجة الحبيبة الغالية، والوالدين ديالي الحبايب توحشتهم بزاف، صافي فوقاش نعنقهم ونشم ريحتهم. يا ربي لا تحرم اي واحد من الام ديالو الاب ديالو من الحبيب ديالو اللي ما جي الله يجيبو على خير، واللي ما غاديش يجي حتى هو ان شاء الله فوقاش ما جا الله يجيبو على خير. حنا وصلنا غير كنشم هذا الهواء الغزال ديال طنجة، القلب ديالي كيتفتح من عشاق مدينتي وبلادي الحبيبه. كنتمنى ان شاء الله الا كنتم جايين تكون رحله سعيده. وحاجه اخرى كنقول لكم ما تسعفوا الهضره حتى شي واحد، مادام البنات ما صيفطوكم حتى شي ميساج بانها تلغات، مشيو للمطار ضروري، تمشيو للمطار ضروري البنات. وكنأكد عليكم ما تسعفوا الهضره حتى شي واحد، عملوا داكشي اللي خصكم تعملوه. ايوا صافي البنات، المهم دابا غادي ندخل معكم في صلب الموضوع باش نقول لكم شنو طلبوا لي انا البنات. عندي جوج ديال الباكونات، باكونه الاخرانيه عملتها في شهر جوج فيها تسعود، بما انهم قالوا بان فقط هي خصك المغرب خصها غير 4 شهور، انا اضطريت انني نمشي نعمل التحليله ديال بي سي ار باش نبقى هاني، لان كاين اللي كيقول 9 شهور وكاين اللي كيقول 4 شهور وكل واحد شنو كيقول، لان انا اللي ما تاكدتش يعني من المصدر الحقيقي اللي ما جي من هذا ديالو، راه ما يمكنش نعمل شي حاجه غير من راسي. فانا دخلت البنات بحثت على كيفاش شنو الشروط وهذا كلشي في جوجل على يعني 2022 دابا اللي رجعت جديده، فكنلقى 4 شهور ما كنلقاش انهم عاطيين 9 شهور على البنات. 4 شهور ما كيهمهمش الا كنتي ديالش عندك تلقيح واش اسبانيا ولا اوروبا، المهم 4 شهور مشيت عملت التحاليل باش نبقى هانيه مع راسي، لاني ما كنحملش يكون مسافره ونبقينا هذا على مثلا على 100 الاورو ولا 90 الاورو ودير لي الرحله ديالي كامله وابارتي نتعصب ونرجع للدار، لا هذه هي اللي ما كنحملهاش. يا ربي حبيبي ما توقعليش وما توقع حتى شي واحد. فمشيت عملت بي سي ار ديالي وديت كلشي ديالي، باكونه ديالي وكلشي ديالي ديتو. فكما كتدخل في هنايا في اسبانيا اول حاجه كتطلب لك البنات، كيطلبوا لك البنات هذا تحليله، يا اما تحليله ديال بي سي ار يا اما تحليله ديال بي سي ار ولا باكونه. انا تيتلو اول حاجه تيتلو باكونه، شاف فيها قال لي واش التحليله، اذا مادام سقساني على التحليله اذا انا فوت 4 شهور، يعني انا كملت 4 شهور في 9 في 6، يعني انا كملت 4 شهور،
يعني ضروري إذا كان عندك يعني البكونة الثانية فوتي عليها 4 شهور ما غاديش يجوزوك. أنا كنهضركم على رايان اير، حيت أنا بحكم أني سافرت فيها كنهضركم على التجربة ديال البنات. إذا كانتكم الباكونة ديالكم فاتت أكثر من 4 شهور فخصكم تعملوا تحلة ديال بي سي ار من الأحسن باش تبقاو هاني للبنات. أما بالنسبة للمغاربة البنات فما كيسخسيو لك حتى حاجة، ما كيقول لك لا عندك باكونة، وما كيطلبوا لك والو من غير حاجه واحده اللي كيطلبوها لك، هي الوحيده هي الاولى كيتلقاوك بها، هي الورقه، هي ديك البطاقه الصحيه عمروها توما عمروها وديوها معمره ساهله، كتخرجوها كتستامبيوها وكتخرجوها وكتعمروها، ولا كتعمروها غير في التليفون وكتخرجوها ساهله مالو، حتى لو ما خرجتوهاش ماشي مشكل، ملي كتوصلوا كيعطيوها لكم في الاول يلاه كتدخلوا وكتعمروها. شنو من الاحسن تعمروها تجيبوها معاكم بطاقه صحيه باش يعني كتستغلوا الوقت ما كتبقاوش عاد تعمر فقط. اما في المغرب ما كيطلبوا منك لا ورقه ديال التحليله ولا باكونه ولا حتى شي حاجه، بالعكس الديواني انا جبت له الورقه ديال باش نعطيها له بدا كيضحك قال لي بلاش تيني غير باسابورتي، قال لي انا هاد بقوت كنشوف هاد الورقه صافي، بدا كيضحك قال لي بقوت زعما عشنا هاد المده ديال كورونا اللي كيجي كيعطيني غير هاد الورقه دابا غير تيني باسابورتيس بوحديتو، بدا كيضحك يعني ما كيطلبوا والو. ولكن كنظن انهم عارفين بان قبل ما تجي ضروري كيطلبوها، مأكدين على شي ما كيطلبوهاش البنات. كنتمنى يا ربي يزولوا هادشي، لان لا يعقل ان الانسان يعمل التحليل ديال بي سي ار وما يجيب بلعاد الروينه وفي النهايه ملي يدخل للمغرب ما كيديوهاش حتى فديك الورقه، ما كيسقسيوكش حتى، يعني كتجي شويه خايبه الصراحه. يعني ديك انا عملتها 95 الاورو التحليله ديال بي سي ار، يعني انا زياده فيا ديك 95 علاش عضياني فيها؟ مادام اسبانيا كاع ما كطلبات نتوما حيدوها، مادام ما كطلبوهاش في مطار علاش عاملينها في القوانين انه خصها تطبق؟ ومين كنوصل انا للمطار كاع ما كطلبوها مني، وفهمتينا ما تفهم والو، خا تعيا تفهم ما تفهمت. وبالنسبه للبنات اللي عيال اللي يعني صغارين ابتداء يعني من عام الا حتى 12 سنه ما كيعملوا حتى حاجه، ما لا بي سي ار ولا تباكونه ولا كيطلبوا لك والو. من 12 سنه الفوق اكيد كيطلبوا منك بي سي ار الا ما كانش عامل، ما كانوش عاملين باكونه فقط لا غير. انا ولدي باقي ما عندوش 12 يعني ما عملش بي سي ار حاجه. المهم البنات انا وصلت بخير وعلى خير، كنتمنى لي يكون ماجي رحله سعيده وعملوا داكشي اللي خصو يتعمل وما تعفوا حتى شي واحد البنات. والسلام عليكم، في امان الله في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامه.